يقول السائل: ما حكم بلع النخامة للصائم؟ لا يجوز، لا يجوز للصائم أن يتعمد بلع النخامة إذا وصلت إلى فمه، إذا خرجت من حلقه أو من رأسه ووصلت إلى فمه يجب عليه أنه يلفظها، يجب عليه أنه يلفظها، ولا يجوز له أن يبتلعها، فإن ابتلعها متعمدا فإنها تفسد الصيام. أما لو ابتلعها جاهلا أو ابتلعها بغير اختياره أو ناسيا فإنها لا تؤثر على صيامه.